وش عملنا الصوص، حطينا الزيت، حطينا بصل، البندورة، حطينا البندورة المقشرة. تمام. بعدين اللحمة ضفناها بعد ما كانت بردي مطبوخة. أها. بعد ما طبخت هدينا النار تحتها، حطينا الفاصوليا الحمراء والزيتون الأسود والذرة. تمام. هيك صار عنا إحنا هنا جاهز. أنا عملت هاي اللي هي عبارة عن طحين زبدة وشوية جبنة عشان بس تتماسك. ركبناهم على بعض، حطيت تقريبا 3 طبقات من اللحم المفروم اللي عملناها، واخر شيء غطيناها بالجبنه. بدنا بندوره ناعمه، بدنا بندوره المعلبه بتكون مقشره، بصل ناعم، فاصوليا حمراء، لحمه مفرومه، بدنا صوص حار او نقدر نستخدم الفلفل الناشف الحار، زيتون اسود، ذره، جبنه شيدر وجبنه موزاريلا وزبده وطحين. بدنا شيبس طبعا الناتشوز، بدنا اللبنة أو ساور كريم، بدنا الفلفل الهالبينو المخلل، بدنا بصل أخضر للزينة، وبدنا زيت ذرة وملح وفلفل. تمام. أي. سمير، هلأ بداية رح نبلش بال خلينا نحكي الزيت القلي. راح نحط زيت قلي. انت الناتشوز بدك تسويها ناتشو سالاد؟ ناتشوز هي ما بنقدر نحكي سالاد، هي بالاخر هي بتكون ابيتايزر، هي بتكون مقبلات. المتعارف عليها اللي بيجي فيها الاغراض اللي هلا ذكرناهم راح نطبخهم. تمام. بعدين بنغطيها بالجبنه، طبعا الناتشوز راح تكون طبقات. راح نغطيها بالجبنه ونخلصها بالفرن عشان تسيح. تمام. صار يا سيدي. اوكي، هلا عنا الزيت، راح ننزل بصل. في العديد من التعليقات بخصوص ما تعلم الناس من والديهم، وراح نقراها ان شاء الله تباعا. البندوره هسه بدها تنزل؟ بدها تنزلها، لانه كله بالاخر راح يطبخ مع بعض، كله على الحال. هلا المي البندوره انا راح استخدم نفس المي، وراح استخدم نفس هاي الحبه. تمام. فانا راح بس نفعصها بايدنا. تمام تمام تمام. تكون يعني البندورة تبعت رب البندورة اللي هي القطع يعني. هلا مش هي رب البندورة، هي هاي بندورة قطع. بس هي تكون مقشرة ومحطوطة بعلب. رب البندورة هي بتصفي معجون. بتصفي المعجون، أنت بدك إياها هاي اللي هي القطع. صحيح. تمام. طيب. هلا راح أحط أنا الفاصوليا الحمراء. تمام. شو هسه اللحمه؟ هلا اللحمه. يلا هلا اللحمه راح احطها، راح اطبخها لحال، بعدين اضيفها مع الصوص اللي عم نعمله. تمام. هناك راح تنطبخ، راح تنطبخ هون، راح تنطبخ تاخذ راحتها. صحيح. انا وطيت اوريدي تحتها. هلا بس اضيف اللحمه، راح احط لها الذره، وراح احط لها الزيتون الاسود. اوكي اوكي. بعدين راح احط الملح وفلفل والحار. تمام. سمير، انا هلا هون نزلنا اللحمه زي ما حكيت مع الصلصه اللي عم نعملها. تمام. هاي البندوره القطع بكل مكان موجوده احيانا؟ موجوده بكل اي هايبر ماركت. اي بده يكون سوبر ماركت كبير اللي موجود فيها. لا والله بتلاقي حتى كمان بالبقالات. يعني
طبعا احنا ان شاء الله يعني الناتشوز راح يكون بده معانا تقريبا بين 8 ل 10 دقائق. سمير هلا هون حطيت انا الزبده تمام. هلا في شيء راح يمسك الناتشوز مع بعض، لانه انت بس تحط طبقات بدك الناتشوز ضل ماسك. فانا راح احط زبده وطحين وراح نزل عليها شويه جبنه اسيحها تمام. فبصفي بس نبلش نعمل بالطبقات. اوكي نحط الناتشوز، راح احط شوي من هاي اللي عم نعملها هلا حاليا تمام، وارد احط المرقه تمام. وارد اركب كمان مره. اوكي